سنين ولها تصريح وتعمل تحت سمع وبصر الحكومة. شوفي أنا هاخد البصر عن أي تمويل حتى غير معلوم المصدر إذا استخدم هذا التمويل من أجل مصر. يعني لو أنا ضبطت من هو ممول ويدعم مثلا محو الأمية والقضاء عليه، أو يدعم الديمقراطية، أو يدعم الحريات، أو يساعد أي شيء من أجل نهضة ورفعة مصر، لكن أن يوجه أي تمويل من أي جهة إلى تخريب مصر وإلى الانحراف بمسار الثورة، هذا ما نتحدث عنه. نذهب إلى عنوان آخر. الحكم أدلى بأقوال أمام نيابة الإسماعيلية في التحقيق حول المباراة المأساة، ما أهم ما أدلى به الحكم حول هذه المأساة؟ لا أنا عاوز أنا أتكلم مع حضرتك على حاجات تانية أنا بشوف إن هي أهم، وهي حضرتك قلتي إن المفتي بيقول إن العصيان المدني حرام والتظاهر السلمي، في عندنا أخبار تانية إن الشباب الثورة بيؤكد على العصيان المدني من أجل استكمال الثورة. أنا مش مع إن المفتي يخوف بالحلال والحرام، يعني أنا مش عاوز أرفع عصا الحرام وجزرة الحلال. أنا بتكلم في حالة الشباب بيلجأ إليها علشان إن هذه هي الوسيلة التي نراها من أجل استكمال الثورة ومن أجل أن تكمل الثورة مصر. أنا عاوز يعني أتكلم بالمنطق والعقل. العصيان المدني، ايه هو العصيان المدني وايه اللي احنا المفروض بنكفل كل الحقوق عشان الشباب يعبر بالرأيه وعلشان يصوب مسار ثورته، بس في الوقت نفسه بننبه ان في وسط ما الشباب عاوزين يعملوا ده وفي وسط الثوار ما هم بيقولوا ان احنا مش هنخرب مش هندمر مش هنعمل، في مليون ايد وايد بتمتد وسطيهم علشان تخرب، علشان تسقط الدولة، علشان بالفعل يبقى فيه لكن إذا كل مرة أراد الثوار فيها أن يقوموا بعمل ما أو مظاهرة أو حتى عصيان وهو مكفول لهم ومن حقهم، تخوفوا من أنه ربما تأتي أيادي خارجية وتفسد ذلك، يبقى مش هياخدوا ولا حق من حقهم. يعني لا، إحنا بنقول أن الثورة مستمرة، هذا شعار مرفوع، ولكن علشان نفرز الغس من السمين والسائر من البلطجي، خلينا نقول احنا لسه في سنة اولى ثورة، يعني حتى وسيلة التعبير، وسائل الاحتجاج، وسائل استكمال الثورة، في فرق بين اندفاع الثوار ورغبة الثوار بالفعل في ان الثورة تنجح. لازم نقول ان في من الداخل ومن حزب مبارك بالتحديد ومن رجال الحزب الوطني من هم أن يريدوا أن يفشلوا هذه الثورة، ومن يريدون أن تحقيق نبوءة مبارك. ما الذي يجب أن يفعله الثوار؟ من يريدون تحقيق نبوءة مبارك وأنا أول فوض، ومبارك وعد وأوفى زي ما احنا قايلين في تحقيق مطول هيتكلم عنه الزملاء فيما بعد، ان هو وعد بالفوضى وبالفعل نجح رجاله في ان هي تكون موجودة، وموجودة في كل شبر على ارض مصر. اذا انت تؤيد رؤية دار الافتاء بان العصيان حرام، ولكن ترى انها لا تندرج في موضوع حرام وحلال؟ يعني انا مش حابب، انت مش مع العصيان، مش حابب ولكن ان انا اقول حرام وحلال. انا عاوز اخاطب العقل، عاوز اخاطب كل الثوار وهم بالفعل زي ما بيحبوا الثورة وزي ما بيحبوا ان هي تنجح، بيحبوا ان بلدهم لا يمسسها أي سوء، وإن لا تمتد إيد أي قاسم علشان تحرق أو تخرب. طب ما الذي يجب على الثوار فعله؟ اللي أنا بشوفه على الثوار إن أدي ميدان التحرير، أدي كل الميادين في مصر، نقف ونصور ونزأر ونطالب بكل مطالبنا. على الوجه الأخر أطالب المجلس العسكري
بتصحيح المسار، وهو عنوان مقالك الغد، تصحيح مسار، وهو عنواني تصحيح مسار العسكري. ان احنا في سنة اولى ثورة كان في اشياء كثيرة كان يجب ان نفعلها. اول شيء هو اغلاق ملف الجمل، والذي في مناسبة ذكرى وهي ليلة الثاني من فبراير أحيا المخربون ذكرى موقعة الجمل 2 في الوقت مثلا اللي احنا سيبنا فيه الجمل يبرطع ويرتع في خير مصر دون أن نغلق الملف. لم نحدد موقف مثلا سوزان مبارك، هل هي متهمة ولا بريئة؟ هي زوجة المتهم الأكبر ولا أم الوريث الأكبر ولا أم المستثمر الأكبر؟ نعم. إذا كان صفحتها بيضاء من غير سوء ولا هي صاحبة الكتاب الأسود في تاريخ مصر؟ نحدد الموقف. مبارك ليه قاعد في مستشفى المركز الطبي العالمي؟ ليه طلعت كل طيارة 300,000 جنيه؟ ليه حزب ترى موجود هو ايد واحدة وبيخطط لتخريب مصر؟ ليه ما فككناش هذا الحزب الا مؤخرا؟ ليه ما عجلناش بانتخاب الرئاسة الا مؤخرا؟ ليه ما ابتديناش نتكلم على ان مبارك هيدخل ترى الا مؤخرا؟ ده اللي احنا هي دي انا بشوف تصحيح للمسار. صحيح اتأخرت، بس المفروض ما لم ننجزه في سنة اولى ثورة على المجلس العسكري أن يسرع بإنجازه في بدايات سنة تانية ثورة، ويقدم للثوار شيء مفاده بشكل عملي أن إحنا بالفعل بنصحح المسار. نعم. وأن إحنا بالفعل على درب الثورة سائرون وإلى محطة الهدف اللي هي محطة مصر النهائية إن شاء الله. نعم. مع بعض إيد واحدة بقى نرجع الجيش والشعب. نعم. إيد واحدة إلى محطة الهدف سائرون. نعم. باقي التفاصيل تفاصيل مقال المشاهدين يقرؤوها غدا على صفحات الجمهورية. وأشكرك الأستاذ محمود نافع رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، أشكرك جزيل الشكر. شكرا دوحة. بعد هذا الفاصل مشاهدينا، الصراع على السلطة إلى أين والثورة رايحة على فين؟ ملفات ستقرؤوها غدا على صحيفة الجمهورية، ولكن هي معنا اليوم بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. في مصر إلا لأبناء مصر، لن تكون سيادة في مصر إلا لشعب مصر. مش عايز اضطر أبدا في يوم إني أخد ضد ولادي الصغيرين المغرر فيهم. كانت تعليماتي للحكومة تشدد على إتاحة الفرصة أمامها للتعبير عن آراء المواطنين ومطالبهم. هذه جريمة في حق الشعب المصري، فأراد هذا الجهاز أن يمحو أركان هذه الجريمة. ما تم إتلافه وحرقه هو أعظم بكثير. واحد اثنين اسمع عبر فيه. قرار تنحي المحكمة عن نظر قضية عز ورشيد وعمر عصام. سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق وابنه كمان خضع للتحقيق في جهاز الكسب غير المشروع. إيه واحدة حياة. إيه واحدة. أنا عايز ثلاث حاجات. المطالب الفئوية من ده مش وقتها. الثورة لا تطالب بحلول وسط أبدا، وإلا ما تبقاش ثورة. مطلوب فقط ألا نفرض نوع من الوصاية على الشعب. لحظة تامة بلحظة ننقل إليكم الصورة. ما
اهلا بكم مشاهدينا مره اخرى من صحيفه الجمهوريه. الان معي الاستاذ جلاء جاب الله مدير عام تحرير العدد الاسبوعي، اهلا بك. وايضا الاستاذ يسري السيد نائب رئيس تحرير، اهلا بك. اهلا بك. ابدا معك استاذ جلاء، وهذا الملف الثوره رايحه على فين؟ ما اهم ما سياتي غدا على صحيفه الجمهوريه تحت هذا العنوان؟ هو ملف كبير، مش يعني هو نقدر نقول ان احنا مقسمينه نصين. النص الاول الثقوب التي توجد على ثوب الثوره او التي تسببت في أن لا تكتمل الثورة حتى الآن، وقسمناها إلى 6 أجزاء، 1، 2، 3، 4. أول حاجة أن هناك معاملة خاصة للرئيس مبارك ونجليه والوزير المخلوع أو الوزير الأسبق حبيب العدلي ومساعديه، واتكلمنا عن هذا الأمر في حوار سريع مع مساعد وزير الداخلية اللواء محمد نجيب لشؤون السجون، وحدد اشياء كثيره جدا، وقال ان احنا ما فيش حد معامله خاصه نهائيا، وان ما فيش موجود لابتوب ولا موبايل مع حد، وان هناك لجان تفتيش ومستعدين لاي تفتيش في هذا الامر. كل الاتهامات كانت موجهه الى ان جمال مبارك من خلال بعض اصدقائه في امانه السياسات يدير الامور من خلال لابتوب او موبايل في السجن. هو نائب المساعد وزير الداخليه قال احنا مستعدين لاي تفتيش لنشوف هذا للتأكد. نعم. من أن ذلك ليس صحيح. نعم. تحت هذا العنوان هناك مفكرون وسياسيون ونواب تحدثوا في هذا الملف، منهم بكرة محمد أحمد، دكتور عبدالله الأشعل، المستشار الخضيري، حسب الله الكفراوي، دكتور عماد عبد الغفار، ناجح إبراهيم. ما أهم ما قالوا في هذا الملف؟ هو الجزء ده هو آخر جزء في الملف. لأن في قبليه كنت بحدد لحضرتك الثقوب أو النقاط الضعف. ده الجزء الثاني بقى، بعد الثقوب دي كلها مصر رايحه فين وثوره مصر رايحه فين. فعشان اكمل لحضرتك الجزء الثاني، ان كان في برضو اتهامات سوزان مبارك لماذا هي طليقه حتى الان وتتحرك بهدوء وكانها لا شيء لم يكن، وكان هناك ورغم المشاكل والمثاره عنها. وده كان اتكلم فيه اعضاء من مجلس الشعب وقالوا ان لابد من محاكمه سوزان مبارك. من ضمن النقاط الشهيد والمصاب، من هو الشهيد ومن هو المصاب، وهل ما حصلوا عليه هو حقهم والجميع دلوقتي، من هو الثائر ومن هو البلطجي فحتى نقضي على هذه العبارات المطاطة التي تسيء إلى الثورة، فيجب أن نحن نحدد أن الشهيد وهو الثوري وهو صاحب حق ويجب أن يحصل على حقه، لأن وتأجيل حصوله على حقه كانت أحد الثقوب. من ضمن الثقوب أيضا اللي نريد أن لا تكون هناك ثقوب في ذلك، في قضية لجان تقصي الحقائق. لماذا لجان تقصي الحقائق لا تعلن بصراحة وبشفافية النتيجة ما وصلت إليه؟ لماذا لم تعلن حتى الآن نتيجة القضايا الكثيرة محمود ولماذا لم يتم المحاكمة العلنية والسريعة والعاجلة والناجزة لكل المجرمين؟ وضعنا كل هذه الثقوب ثم سألنا هذا السؤال، الثورة رايحة لفين؟ الثورة رايحة فين؟ كنا بقى المفكرون والكتاب والمفكرون الكبار في نعم مصر. قبل أن ننتقل إلى هذا الجزء، في الجزئية الأولى وكان هناك إحساس عام الآن بالحديث عن سوزان مبارك مرة أخرى، بالحديث عن ما إذا كان علاء وجمال مبارك لديهم لابتوب أو تليفون محمول، بأن كل الأحداث التي تحدث خارج سجن ترى هي بتخطيط من هم داخل سجن ترى، وهناك من يحاول أو هناك إحساس عام بأن هناك من يحاول أن يبعد أي شبهة أو أي شبهة للضلوع في هذه الأحداث من قبل عوامل خارجية موجودة خارج سجن ترى. هل لديك نفس الإحساس؟ لا، أول إحساس لا، أنا متأكد أن هناك إحساس هنا وهناك خارج وداخل. خارج وداخل، لأن ما يحدث وراءه عقلية منظمة وتنظم هذه الخيوط، فلا بد أن يكون هناك إما أن يكون من رجال ترى أو دولة ترى التي تم تفريقها الآن، وبعض توابعهم اللي هم استفادوا منهم وما زالت استفادتهم متواصلة معهم، زائد أن أنا ما زلت أزعم أن هناك خيوط خارجية أخرى، لأن مصر بلد كبير جدا ولها قيمتها في 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 هذه المنطقة، فلا بد أن تتحرك فيها خطوط كثير جدا من خارج مصر. هذه الخيوط التي تتحرك من خارج مصر تتلاقى في مصلحتها مع الفلول، تتلاقى في مصلحتها مع أي صاحب مصلحة، كلهم بيتفقوا في ضرب ثورة مصر. نعم، في الحقيقة هناك من يذهب إلى أبعد من ذلك، إلى تواطؤ مثلا
وزارة الداخلية مع ذلك، لا تواطؤ المجلس العسكري مع ذلك. هو تواطؤ المجلس العسكري ليس له مصلحة في تواطؤ. ليه؟ لأن المجلس العسكري كان واضحا، وده أنا مش يعني مش مع المجلس العسكري ضد، لا، هي القضية إن المجلس العسكري كان واضحا وقال يوم 30/6 هنمشي. بدأ الخطوة الأولى فيها البرلمان، مجلس الشعب. مجلس الشعب ينعقد وبيعقد جلساته، مجلس الشورى بيكتمل الآن وهيكمل جلساته في 25 فبراير، فتح باب الترشيح يوم 10، بعد مجلس الشورى ما يجتمع اللجنة الدستورية هتبدأ تعمل الدستور. إذن الأمور تسير في مسارها، لكن هناك أخطاء، هناك بعض العيوب، لكن لا تصل إلى درجة التواطؤ. أما أن يكون هناك رجال من الداخلية متواطئون فهذا يعني كل الشواهد تؤكده، وكل الشواهد تقول أن هناك في الداخلية، وكلمة إعارة الهيكلة وكلام ده يعني مش مظبوط، لابد من التطهير. وإحنا قلنا هذا الكلام، لابد من التطهير. حتى في النهاردة لجنة اقتراحات والشكاوى في مجلس الشعب بتعيد هذا الكلام وعدت قانون لهذا الموضوع لتطهير مجلس وزارة الداخلية وتقسيمها إلى وزارتين، إحداهما أمنية والأخرى الخدمة. نعم، سريعا جدا ننتقل إلى ما قالوا المفكرون والسياسيون والنواب في الثورة، رايحة فين؟ المفكرون والنواب كلهم اتفقوا على أن هناك مخاوف ضد استمرار الثورة، وطالبوا بأن تستكمل الثورة مسارها الطبيعي حتى تحقق أهدافها التي وصلت إليها، وهي عيش حرية عدالة اجتماعية. لأن إذا لم تحقق هذه الأهداف يبقى لم تقم الثورة. ولو لاحظت هتلاقي في الجزء الثاني من هذا الثورة رايحة فين، في صفحة تانية عاملين ملف أيضا، يعني جزء من الملف في الصراع الرباعي على السلطة في مصر بين المجلس العسكري، هناك صراع وله مكاسب، الصراع ده هو استكمال للملف، هو الصراع اللي هتكلم فيه الأستاذ يسري، صراع رباعي في مصر رايحة فين أو صورة مصر رايحة فين. فهو ملف كامل ومتكامل، حتى ان احنا تعمدنا نتكلم فيه برضو على يوم 11 اللي هو يوم ذكرى الرحيل، وبرضو عاملين تحقيق عن هذا الرحيل، وهو يوم العصيان أيضا المدني لمن يدعون للعصيان المدني. عاملين تغطية شاملة وكاملة. يعني ايه عصيان مدني؟ وبنتكلم فيه عن العصيان المدني والجهات التي تؤيده، ويعني ايه الاحكام العرفية اللي اتكلم فيها بعض وقالوا اذا كان في عصيان مدني ما ممكن يحصل احكام عرفية. وايه انت يتم سريعا جدا نعطي المشاهدين فكرة عن الاحكام العرفية. الاحكام العرفية يعني ان تفرض القوات المسلحة القانون وتكون قانونها هو الوحيد. يعني لا قانون ولا قضاء. هذا وارد ولا يعني الان يتم تداوله انه كرد فعل ربما سيكون من المجلس على العصيان المدني؟ لا ليس واردا، وكل الخبراء اكدوا انه مش وارد لسببين. السبب الاول ان العصيان المدني هناك رافضون له كثر. العصيان المدني لم تعرفه مصر الا ضد الاحتلال الانجليزي في ثورة 19، وعرفته الهند ضد الاحتلال الانجليزي. لم تحدث عصيان مدني في مصر، تاريخ مصر الحديث ما تعملش عصيان مدني بمعنى العصيان المدني ضد حكومة وطنية، ضد حكومة من مصر، لكن احنا عملناه في مصر في ثورة 19 ضد الاحتلال الانجليزي. البوادر التصريحات اللي خرجت النهاردة من معظم الناس رافضة للعصيان المدني. طب ده سبب اخر؟ السبب الثاني في تاريخ مصر، السبب الثاني ان جيش لو عمل احكام عرفيه يبقى هيعمل ارتداد على الثوره، يعني هتبقى ثوره تانية. يعني هتبقى ثوره تانية وتكون اقوى واصعب واشرس. ثوره تانية من من على من؟ هتبقى من الشعب كله على 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 من يصدر الاحكام العرفيه. لان الاحكام العرفيه معناها ان احنا بنقتل مصر، يعني هنعيد مصر للقرون الوسطى، لا قانون لا دولة ولا حقوق ولا واجبات. يعني هتبقى طب العودة إلى العصيان المدني، هل الحشد في ازدياد للعصيان المدني والتأييد في ازدياد للعصيان المدني أم العكس؟ المتابع للأحداث إن اللي ضد العصيان المدني بالعكس قد يرجع لذلك لثلاث حاجات. ضد العصيان المدني هو الأكثر، الأكثرية ضد العصيان المدني، قد يرجع لذلك لثلاث أشياء. الشيء الأول أصحاب الفضيلة الشيوخ لما وقفوا وقالوا ان العصيان المدني ده محرم شرعا، وحتى البعض اللي بيأيدوا العصيان المدني حبتوا على الفيسبوك
رأي للدكتور ناصر فريد واصل وقالوا ان هو بيأيد العصام مدني، فرد عليهم النهارده وقال لا الكلام ده غير صحيح وانا ما قلتش الكلام ده والكلام ده محرف. فالعمليه دي عملت رد فعل تاني، تزايد الرأي الشرعي ضد العصام المدني، ده نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه ان بدأوا الجميع يتكلم عن انت لو عصام المدني ده حصل طب المرضى المستشفيات بتقول عصام المدني، لكن العصام المدني لن يشمل المستشفيات، هم قالوا لن يشمل المستشفيات والطوارئ ردا على الكلام اللي اتقال. ولكن في الاول الناس كلها قالت طيب واللي عنده مشوار رايح لامر عاجل جدا اسكندريه او لامر عاجل في المكان الفلاني لو عندنا كذا، لا مصر مخنوقه ولا تحتمل مزيد من الخنقه. طيب اشكرك استاذ جلال جاب الله، اشكرك جزيل الشكر. من الثوره رايحه على فين الى الصراع على السلطه الى اين معك استاذ يسري السيد، من اين سنبدا؟ هو من أول العصيان المدني ومسألة الاختلافات حواليها ومسألة دخول الدين كعنصر مشارك في المسألة يحلل ويحرم، وده طبعا لا يجوز في الأعمال السياسية، وأنا طبعا ضد تدخل الدين بأي شكل من الأشكال في هذا الصراع السياسي، لأن في احتمالات زي ما كانت الثورة في بدايتها البعض حرم الخروج عن الحاكم، وبعدين لما نجحت الثورة اشتركوا في قطف ثمار الثورة. هذه واحدة. الأمر الثاني أن مسألة الأحكام العرفية، لما تصدر أحكام عرفية معناها أن مش هيبقى في قانون مدني، مش هيبقى في حياة طبيعية، وده ضد مبادئ الثورة اللي موجودة. لكن العصيان المدني عمره ما كان عصيان مسلح، هما العصيان المدني مش هيرفع بندقية ولا هيرفع طبنغة ضد ولا هيخترق مؤسسات، ولكن عصيان مدني أن نبقى في منازلنا مثلا أو نبقى في مكاتبنا ولن ننزل، وهذا نوع أنواع الاحتجاج السلمي. هناك من يقول أنه سيذهب إلى العمل ولكن لن يعمل. فإذا هذا نوع من الاحتجاج المتحضر لا, لا, لا يدعو إلى عنف وغيره، وبالتالي سيكون الرد عليه لابد أن يكون بهذا التحضر. عودة إلى الموضوع الرئيسي في مسألة الصراع الرباعي على السلطة. ماشي. لأن دي لجب أن لا تمر كده. لأن الرجل لما دام أنا حاضر لازم أقول رأيي. مؤسس الصراع المدني هو كاتب أمريكي هينز، واشترط أن يكون للصراع المدني شروط. من ضمن الشروط السلمية وعدم الإضرار بالغير، من ضمن الشروط. ما أنا لما النهاردة أقعد وعندي أشياء ما يعني حيوية أعطلها ده أنا أضرت بالغير. ولكن أنت لديك موقف. الموقف ممكن أن هو لذلك قال إذا كان العصيان المدني، وهو ده أول واحد مؤسس للعصيان المدني في التاريخ الحديث، وقال إذا كان ده هيضر المجتمع يبقى فيه إضراب جزئي وهو الحل. ولكن هو لدي ايضا استاذ يسري لدي نقطه واضحه، انه انت ما تقبلش عصيان مدني باحكام عرفيه. لا انا متفق معاه ان الاحكام العرفيه دي مرفوضه تماما، لكن انا مختلف معاه برضو في نقطه ان دخول الدين في قضايا تمس المجتمع لابد ان يتدخل الدين، لان احنا لن نتجزأ ولن نكون. ولكن هناك من يرى انه تسييس، يعني لا انا قلتش تسييس، انا لما العصيان المدني يؤثر على المجتمع وتحل المظاهره او العصيان المدني امر يؤثر على المجتمع. الامر الذي يؤثر على مصالح الناس لابد ان يكون للدين فيه راي، والا هتبقى الحياه طيب ماشيه بدون راي شخصي. طبعا دعنا ننتقل الى نقطه اخرى وهي الصراع على السلطه. الصراع على السلطه عندنا قوه بتتصارع على الحصول على السلطه. احنا رصدين في تحقيق مهم من هي هذه القوه التي تتصارع على السلطه الان في مصر. رصدنا ان المجلس العسكري او الجيش دي احدى القوة، نمرة الثانية الاسلاميين او الاتجاه الاسلامي السياسي، هذه قوة ثانية. القوة الثالثة هي الليبراليين. القوة الرابعة هي شباب الثورة. وهناك قوة خامسة غير مرئية وهي فلول الحزب الوطني. هذه القوة الخامسة الاساسية بتتصارع على الحصول على كعكة السلطة في مصر، وكل طرف من الاطراف دي له مبرراته اللي هو بيراها ضرورية ومناسبة. المجلس العسكري بيرى انه هو اللي حمى الثورة والبلد معرضة لأي تهديدات من الخارج، وبالتالي لابد ان يظل في صدارة المشهد السياسي. بعض المحللين بيقولوا لا ده المجلس العسكري قال غير كده وقال انا غير راغب في السلطة وانا هسلم السلطة.
البعض برضو بيرد تاني، يعني هذا الصراع بين وجهات النظر بين الليبراليين وبين العسكريين. الإسلاميين بيقولوا ناس هم بيقولوا احنا والله حقنا، احنا جينا بانتخابات حرة نزيهة واخدنا اكثر من 70% من الاصوات، وبالتالي من حقنا ان احنا بنشكل اغلبية. البعض يرى ان هناك حالات من حالات تزييف الإرادة، أو أن في وعي غير ناضج واختار هذه الطيارات. إذن هناك أيضا صراع، كل طرف له ما يبرره. الليبراليين بيقولوا لا، إحنا بنطالب بالقانون، بنطالب بسلطة القانون والدستور وانتقال السلطة بشكل مدني من المجلس العسكري للنظام الرئاسي المنتخب. شباب الثورة بيقولوا احنا فين بقى من كل ده؟ يعني احنا اللي عملنا الثورة، او احنا كنا في طليعة الثورة وخططنا لها، وفجأة خرجنا من المشهد السياسي، خدوا الاسلاميين في اغلبية في مجلس الشعب، خدوا سلطة المجلس العسكري في ادارة شؤون البلاد حتى الان، خدتوا الليبراليين في بعض المقاعد في السلطة، وبالتالي احنا خارج المشهد. ويقف خلف هذه القوة اللي على المشهد بوضوح، على صدارة المشهد، قوى الفلول التي تسكن في ترى أو أنصارها خارج ترى، علشان بتحاول تبحث عن دور ليها في الحصول على جزء من كعكة السلطة. هذا الصراع بترصده الجمهورية في هذا التحقيق الموسع بين كافة القوى المختلفة في صراع ليبرالي، صراع فكري، صراع سياسي، علشان نحفز الناس ان هم يفكروا ويسألوا معانا مصر رايحة على فين. ننتقل الى جزء اخر، وهو مبارك بعد عام من الرحيل. ما الذي سيأتي في هذا التحقيق؟ مبارك بعد عام من الرحيل، البعض بيسأل هو فعلا مبارك رحل؟ يعني هل هو مبارك اللي موجود دلوقتي في مستشفى خمس نجوم؟ هل هو رحل؟ هل لما ينتقل لترى هل هو رحل بالفعل، ولا هذه مشاهد أخرى، يعني مشاهد لا تتناسب مع طموحات وأحلام الثوار؟ البعض بيسأل بقى إذا كان مبارك الشخص تم القبض عليه وإيداعه في هذه المحاكمة، ماذا عن نظام مبارك؟ مبارك ليس شخص ولكن نظام كامل، ما زال رموز هذا النظام، ما زالت أفراد هذا النظام، ما زالت موجودة في المؤسسات بتلعب دور لثورة مضادة أخرى. نعم. بتساعد. نعم. الثورة المضادة. نعم. أخرى. ولكن هذه الجملة هي يعني في حد ذاتها ترد على نفسها، أنه مش معنى وجود مبارك، هناك من يرى أنه مش معنى وجود مبارك في السجن أنه نظامه انتهى، وأنه لن يحدث ذلك بين يوم وليلة، وبالتالي هذا يفسر الحراك السياسي الموجود في مصر على مدار عام كامل للمحاولة للتخلص من نظام مبارك. ده صحيح، لأن الثورة سلمية، والثورة السلمية لابد أن تأخذ وقت لتنفيذ مطالبها، لأنها ليست ثورة مسلحة خدت الحكم وبالتالي بتفرض إرادتها بين يوم وليلة، لكنها لأنها ثورة سلمية فلازم تأخذ سنوات أو تأخذ فترات كبيرة لتغيير بنية مجتمع وبنية نظام اتأسس عبر أكثر من 30 سنة. فهنا هذا الصراع برضو أيضا بين المفكرين في الإجابة على هذا السؤال، هل رحل مبارك ولا لم يرحل مبارك؟ هل نظام مبارك مشي ولا ما جاوبش؟ في بعض الناس بتقول لا، الدولة الرمز مبارك ده مشي والناس اللي موجودة ملهاش علاقة، يعني مش ذنب مجموعة من القضاة والدبلوماسيين والقيادات الإعلامية وغيرها انهم عملوا في ظل نظام مبارك، مش ذنبهم يعني، لكن لان في قرارات جمهورية بتطلع بالدستور بينظمها علشان الناس دي تتعين، وبالتالي حكرة يعني الذنب ان انا عشت في عهد مبارك يبقى انا اصاب بنفس. وناس تانية بتقول لا، ده اللي بيحصل نتيجة الممارسات الان في هذه المؤسسات، بتقول ان مازال الفلول موجودين في هذه المؤسسات. اشكرك استاذ يسري السيد نائب رئيس تحرير الجمهورية، اشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيل. اشكرك ايضا استاذ جلاء جبالله مدير عام تحرير العدد الاسبوعي، اشكرك جزيل.